الحياة حلوة، حلوة بجد، حياة حلوة فعلا. ربنا لما خرج آدم وحواء من الجنة وهم عارفين إن مكتوب عليهم الشقة والتعب، يا ترى إيه اللي كان مخليهم يقبلوا فكرة زي دي؟ وخدوا بالكم، ساعتها ما كانش فيه أي معنى لمفاهيم الثروة والسلطة والنفوذ والشهرة، كل المفاهيم دي ما كانتش موجودة ساعتها. مش هي دي المفاهيم اللي معظمنا بيلاقي فيها أسباب علشان يشوف الحياة حلوة؟ ما كانتش موجودة. أنا شخصياً شايف إن السبب الوحيد اللي يخلي آدم وحواء يرضوا ويستكينوا بحياتهم الجديدة على الأرض واللي هي كلها معافرة دي، سبب واحد، إن هما كانوا مع بعض، أو بمعنى أدق كانوا بيحبوا بعض. الحب هو اللي بيخلي الواحد فينا يشوف معنى حلو للحياة، حتى لو خد ألم أو وقع وجعته، كل اللي بيحتاجه ساعتها واحدة حنينة تقول له أنا بحبك، تطبطب عليه علشان يقدر يقوم من تاني ويعافر من جديد. أنا من وجهة نظري إن الحب لازم يعدي بسبع مراحل. رقم سبعة ده عجيب عجيب وساحر الحقيقة. السماوات سبعة، أبواب الجنة سبعة، ألوان الطيف سبعة، الأيام سبعة. وبما إن سبعة رقم يرمز للكمال، علشان كده ما كانش غريب أبدا إن مراحل الحب المكتمل يبقوا سبعة برضو. رقم سبعة باليوناني اسمه إبتا، وبعض الناس بتحب تنطقه إبتا. طبعا لكل قصة حب خصوصيتها، ولكل اتنين بيحبوا بعض خصوصيتهم وليهم ظروفهم الخاصة، لكن ده ما يمنعش إن مراحل الحب واحدة. وأنا النهاردة عاوز أكلمكم عن الأربعة دول، شادي، كريم، رامي، يوسف. دول أربع حالات حب مختلفين في الطبيعة والبدايات والأزمات والنهايات كمان. والأربع حالات دول قابلتهم على مدار حياتي، وشايف إن هما ممكن يساعدوني في توضيح مراحل الحب المختلفة. إزاي الواحد مننا بيحس إن هو مستعد إنه يخش علاقة حب؟ إزاي بيحس إن هو عاوز يحب ويتحب؟ فساعتها يقرر إنه يدي كل مشاعره وعقله للطرف الآخر. هي دي المرحلة الأولى، مرحلة البداية. مرحلة البداية في الحب ممكن تكون كلاسيكية جدا، وهي مجرد إحساسنا بالمسؤولية ناحية شخص بعينه، يعني انجذاب حقيقي واضح وإحساس غريب بيقول لنا إن الشخص ده هو اللي يستاهل حبنا. لكن مش دي البداية الوحيدة، ممكن بداية الحب الحقيقي تكون نهاية قصة حب ما بين اتنين حبهم كان بيتخنق، أو حتى شعور مسيطر علينا بالوحدة والخوف. في مرحلة البداية أرواحنا بيبقى ناقصها حتة، الحتة دي هي اللي بتجهزنا لاستقبال الحبيب، تخلينا نستناه، نستحضره، سواء كان موجود قدامنا وعارفينه هو مين، أو حتى لو ما كانش موجود ولا نتخيل أصلا إحنا ممكن نلاقيه فين. بس ده لما بيحصل بيودينا للمرحلة التانية، مرحلة الجنون أو مرحلة السحر زي ما في بعض الناس بيحبوا يسموها. يعني سموها السحر أو الجنون أو أي اسم تاني يعبر عن الحاجات اللي ملهاش أي علاقة بالطبيعي أو العادي أو المنطقي. سلام. سوري معلش، مين اللي قال يا سلام؟ بعد إذن حضرتك معلش ممكن تديله المايك؟ طب
طبعا انت مش داخل دماغك اللي انا بقوله ده خالص، اوفر زياده شويه صح؟ بصراحه تمام. اولا ازاي واحد يطلب من واحده ان هي تحضنه ولا هو ولا هي يعرفوا حاجه عن بعض؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لرامي، لما فضل يزن على البنت اللي هي عجباه رغم انه عارف ان هي مرتبطه بحد تاني. تعالى يا دكتور الكلام ده ما بيحصلش، خصوصا في مصر علشان عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمحش بالظروف اللي شبه الكلام ده. طيب بعد اذن حضرتك ممكن نتعرف؟ اه طبعا، انا اسمي محمود، محمود الدريني، مهندس كمبيوتر. اهلا اهلا وسهلا، تشرف. الله يخليك يا دكتور، وعلى فكره انا بحب حضرتك جدا جدا والله، وتقريبا قريت لك كل كتبك، ولما عرفت كمان ان حضرتك عامل محاضره مفتوحه هنا قلت لازم اجي واكون موجود. يعني انا متشكر جدا طبعا، ده شرف ليا. طب بعد اذنك يا محمود، انت مرتبط؟ اه انا خاطب وعلى وش جواز ان شاء الله. طب ممكن تحكي لنا يا محمود انت ازاي عرفت انك بتحبها؟ احكي؟ طيب، هي اولا زميلة بنت خالتي في الشغل، واول مرة شفتها كنا في عيد ميلاد، صح؟ في عيد ميلاد. هي خجولة شوية وكلامها قليل، فمعرفتش اخد وادي معاها في الكلام كتير يعني. بس اول ما شفتها يا دكتور قلت هي دي. طيب لما قلت لنفسك ان هي دي، كنت عارف هي مرتبطة ولا لا؟ لا طبعا ما كنتش اعرف، وعشان كده سألت بنت خالتي، والحمد لله ما طلعتش مرتبطة. وعملت ايه بقى علشان تتعرف عليها؟ مفيش. رحت لبنت خالتي الشغل بكذا حجة طبعا علشان اشوفها، وزي ما قلت لحضرتك ان هي علشان كلامها قليل وخجولة، فطبعا ما كنتش بعرف اتلايم عليها كتير يعني. مرة ورا مرة ورا مرة، واخر ما زهقت ما عرفتش اعمل حاجة غير اني انيم لها كاوتش العربية. نيمت لك كاوتش العربية؟ طيب يبقى انت فرقت ايه بقى عن يوسف ورامي؟ ما انت اتجننت واتسحرت زيهم بالظبط، بس مع اختلاف التفاصيل. انت شايف يعني ان قمة العقل والرزانة ان انت تنيم لها كاوتش العربية؟ طيب اتفضل يا محمود. شكرا. صدقوني مفيش اغرب ولا اجن من تصرفات البني ادم لما بيلاقي نص التاني. لا عقولنا ولا منطق حياتنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا تقدر تتحكم فيه. حاجه جواك هي اللي بتحركها، حاجه سحريه مش مفهومه مش ممسوكه، هي اللي بتاكد لك ان الطرف التاني مستني منك خطوه معينه. ومن غير ما تفكر بتاخد الخطوه دي مهما كانت غريبه. بتاخدها لان غريزتك الانسانيه والعاطفيه بتحسسك ان هي دي الخطوه الوحيده الصح. بتاخدها وانت مرعوب من الخساره، لكن ما قدامكش غير انك تراهن على المكسب. اي قصه حب، دقات القلب الجامده قوي اللي بتوجع ساعات من كتر حلاوتها دي، مشاعر اللهفه والتوتر والنشوه، الافكار المجنونه اللي لا يمكن تخطر على بالنا في الاحوال العاديه. ايا كانت نهايه قصه الحب، بتفضل الاحاسيس اللي حسيناها في مرحله الجنون دي جوانا إلى الأبد، ولا يمكن ننساها أبدا، لأنها كانت مشاعر صافية خارجة من القلب. لا بنعرف نفكر معاها في أي حاجة ليها علاقة بالمستقبل ولا بالحاضر، بنبقى عاوزين نعيش لحظة الحب وبس. إمتى بقى ممكن نبتدي نفكر في الماضي أو نفكر في المستقبل؟ ده بيجي مع المرحلة الثالثة، مرحلة الحلم. واحنا غرقانين في مرحلة الحلم بيظهر لنا فجأة مرحلة الوعد.
ودي بقى الفيروس اللي ممكن يقتل اي قصة حب. في مرحلة الوعد ما بنفكرش، بنوعد بكل حاجة جميلة ممكن نحس ان الطرف التاني محتاج لها، بنوعد بالامان المستمر والعطاء اللي ملوش مقابل، بنوعد من غير حساب، بنوعد بقلوبنا وعقولنا مغمضة، بنوعد واحنا متأكدين اننا هنوفي ومن غير ما نفكر هنوفي ازاي، بنبقى زي المتخدرين مسحورين وبنحلم، فبنشوف كل جميل في العلاقة وبننسى ان احنا بشر. في مرحلة الوعد بنكتشف فجأة اننا ما كناش قد الوعود اللي وعدناها، وده بيبقى في المرحلة الجاية، المرحلة اللي بنصحى فيها على ان الناس اللي بنحبهم دول بني ادمين عاديين زينا، مش ملايكه ولا حاجه، وممكن علاقتنا تتعرض لمشاعر انسانيه رهيبه، بس الحب ملوش اي سلطان عليها، وده بيبقى في المرحله الخامسه الحقيقه. الملل، كل التوقعات اللي بنيناها في مرحلة الوعد بتتحول لضغط مرعب لما الملل بيخش العلاقة، ولما كل كروت الإبهار تنتهي بدري خلاص ما بقاش في جديد. تخيلوا كام علاقة زواج باظت بسبب الملل والروتين. كل يوم بنتمشى وماسكين ايد بعض، بنشرب شاي وليمون كل يوم في نفس المكان، هي خلاص انبهرت بمعلوماته عن الاحتباس الحراري، وهو انبهر تماما بجمال صوتها وهي بتغني نانسي عجرم، وللاسف هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل انهم زهقوا من بعض، جابوا اخر بعض، جابوا اخر حبهم. ده اللي حصل لمروه وشادي، هي ما فهمتش انه خموله كان نتيجه لظروفه، وهو ما فهمش ان معفرتها علشان تبسطه مش ممكن تستمر للأبد، فاستسلم لإحساس الوحدة بقى مسجون جواه. كريم بقى ما استسلمش لوحدته، لكن للأسف استسلم لوجعه وضعفه. الاحتيال من أكبر المخاطر اللي ممكن تهدد حالة الحب أو تقلله، إنه يتحول لاحتياج مطلق، لما تبقى منتظر من اللي بتحبه ان هو يسد احتياجك وما يسدش، تبتدي تكرهه لانك عريت نفسك قدامه، بينت له ضعفه وهو ما قدرش، فانت اتصدمت. ده اللي حصل لكريم، كان عاوز يبان راجل متماسك قدام دينا، بس للاسف وجعه وألمه خلاه يتذل قدام حبيبته، وما حطش في اعتباره أبدا إنه وارد جدا إن هي ما تقدرش تشيل الحمل ده غصبا عنها، لأنها قليلة الحيلة هتعمل فيه. بنوتة صغنونة عندها 17 سنة، حبت ولد دمه خفيف بيمر بظروف صعبة، فجأة بقى مطلوب منها باسم الحب ده انها تزوره وتضحكه وتكلمه كل شوية علشان تخفف عنه، وفي نفس الوقت تروح دروسها وتذاكر وترضي امها وابوها. من الطبيعي جدا انها تنخ فجأة، ومن الطبيعي جدا برضو ان هو ما يعرفش هي نخت ليه.
التطبيع من أسوأ الصفات اللي ممكن تبوظ أي علاقة حب، لأنها للأسف صفة موجودة عند كتير مننا بدرجات متفاوتة طبعا. لأن الإنسان بطبعه أناني، شايف أنه أسلوب تفكيره وأسلوب حياته وتربيته أحسن من أي حد تاني. فبنلاقي بقى الحبيب عاوز يشد شريك حياته ليه، عايز يخليه شبهه. واحد حب واحدة بشعرها، فجأة لا لازم تتحجب زي اخواتي البنات. أنا ما انت حبيتها بشعرها واللي عجبك فيها كده. واحدة اتجوزت واد دمه خفيف ولطيف وغاوي يقول كلام حلو وابن نكتة، فجأة لا لازم يبقى في وقار بابا او خالي او في وقاري. طب ما انت اللي حببك فيه ان هو كان دمه خفيف وفتح قلبه وابن نكتة وبيقول كلام حلو. علا عملت كده، بقت عايزة رامي يبقى شبهها، شبه ابوها، نموذج المثال، لازم يبقى راجل مسؤول ومدير. مع ان هي اصلا اللي حببها فيه ان انطلاقه وحيويته، وده اكيد مرتبط بوضعه كفنان حر بيكره القيود. الامتلاك، الرغبة في السيطرة على الطرف الآخر. هو ليه مش مبسوط مع ان انا مبسوط؟ هو ليه عنده اهتمامات غير اهتماماتي؟ اعتقد ان دي اسئلة بتدور في دماغ ناس كتير مننا، حتى ولو كان ما عندهمش الجرأة ان هم ينطقوها، الا ان احيانا بيحسوها او يتخيلوها ويتعاملوا على اساسها. وخدوا بالكم في فرق رهيب ما بين الامتلاك والغيرة. الغيرة على فكرة كمان ممكن تهد حب كامل، خصوصا لو كانت مصحوبة بأسوأ إحساس ممكن تحسه من حبك، إحساس الشك. أسوأ طباع اللي بنحبهم بنشوفها في مرحلة الحياة. الجنان بيختفي، الحلم بيخلص، الوعود بتتبخر، وما يبقاش قدامنا غير حقيقة الإنسان اللي ارتبطنا بيه. الكلام ده ممكن يحصل على مدار أيام أو سنين، لكن لازم يحصل، ومفيش استثناءات على فكرة. مفيش بني آدم مفيش جواه عيوب، مفيش بني آدم ما بيشيلش جواه مشاعر سلبية. خلاص كده اسودت، مفيش أمل يعني؟ لا، في المرحلة السادسة، المقاومة. حد فيكم لما بيفتكر نفسه زمان بيلاقي نفسه لسه زي ما هو، بيفكر بنفس الطريقة اللي كان بيفكر بيها من 15 سنة؟ صدقوني لو كل واحد افتكر اللي مر بيه في عمره هيكتشف انه بيشوف بني آدمين غير بعض. نرجع تاني بقى لمرحلة المقاومة، سواء منه أو منها، افتكروا إن المقاومة معناها إننا نتجاهل المشاكل، وما خدوش بالهم إن العلاقة اللي بنوها مع بعض مش ممكن تكمل من غير أساس سليم، ولازم هيقع مع أول اختبار حقيقي. استكتروا على نفسهم الفشل ففشلوا برضه. الصراحة، الاحتواء، التضحية، الصفقة، هي دي أهم أسلحة أي اتنين بيحبوا بعض يقدروا يواجهوا بيها سرطان مرحلة الحقيقة. الصراحة، إزاي تقدر تصرحه بكل مشاعرك سلبية أو إيجابية؟ قول. الاحتواء، ازاي تقدر تحتويه، تحتوي عيوبه من غير ما تزله بيها ولا تحسسه باي ذنب. التضحيه، ازاي تضحي بحاجه وتتنازل عن حاجه كبيره جدا في سبيل انك تسعده. ازاي تعمل معاه صفقه، كل حاجه انا هضحي بيها هو يضحي بحاجه في المقابل.
بكده نقدر نوصل للصفقة نقطة تريحنا احنا الاتنين. من الاخر كل واحد فينا له عيوبه ومشاكله وعقده وقرفه، لكن بالحب اللي بجد نقدر نواجه كل مشاكلنا وعيوبنا وقرفنا بالشكل السليم، ومن هنا نقدر نوصل للمرحلة السابعة، هبتة. الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة هو اللي بيحسسنا في لحظة النهاية إن قد إيه كانت الحياة حلوة، حلوة بجد. تخيلوا بقى لو قدرنا نحافظ على الحب ده لأكتر من دقيقة. كلنا عاوزين نحب، كلنا ممكن نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا. صدقوني الحب أكبر نعمة من نعم ربنا علينا، وعشان ربنا حبنا حط في الحب ده سر وجودنا، ولو عاوزين نحافظ عليه لازم نعيش كل لحظة في عمرنا على إنها آخر لحظة. ساعتها بس هنتأكد إن الحياة حلوة. ربنا معاكم، خدوا بالكم من نفسكم.